نعم ماجد، يعني جلسة مجلس الوزراء لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة على جدول أعمالها. 42 بند تم إقرار معظم البنود الواردة على جدول الأعمال، والآن يتم النقاش بالتفصيل بما يتعلق بخطة النقل وتطوير النقل العام في لبنان. هذه الخطة التي طرحها وزير الأشغال غازي العريضي على الوزراء، وتم تسليم الوزراء نسخا من هذه الخطة. عرضها أيضا مدير عام النقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي أمام الوزراء على شاشة عملاقة أحضرت خصيصا إلى مجلس الوزراء لهذا الأمر. وتنص كما علمنا هذه الخطة على البنود التالية: أولا، تنظيم السيارات العمومية وبالتالي السيارات التي تحمل اللوحات المزورة، كذلك الأمر فيما يتعلق بالإعفاء الجمركي للسيارات العمومية وكذلك رسوم النقل. كذلك الخطة تتضمن بندا رئيسيا تأمين المواقف لسيما في وسط بيروت، وحوالي تأمين حوالي 250 باصا من أجل دعم النقل المشترك. الوزير العريضي وأمام الوزراء أكد أن هذه هي الخطة ببنودها جميعها، وبالتالي هو منفتح على جميع الاقتراحات، وهذه الخطة ليست كتابا منزلا وهي قابلة للنقاش والبحث، وبالتالي فهو يتقبل بإيجابية جميع الاقتراحات التي تصله في هذا الإطار. أريد أن أشير أيضا إلى أنه في بداية هذه الجلسة تحدث الرئيس ميقاتي عن جريمة القتل التي حصلت في رأس النبع، وأكد أن الأجهزة المختصة ماضية في التحقيقات لكشف جميع ملابسات هذه القضية وعرضها أمام الرأي العام منعا لأي تأويلات. كذلك تحدث رئيس الحكومة عن تشدد ظاهرة السرقات وقصته، وأوعز لضرورة التشدد بالإجراءات الأمنية ومكافحة السرقات. وتطرق أيضا إلى ما ترأس لبنان لمجلس الأمن في هذا الشهر وزيارة الرئيس سليمان إلى نيويورك التي بدأها اليوم، وقال الرئيس ميقاتي إن هذا يكمن أو يمثل أهمية كبيرة للبنان بهذه المشاركة، لا سيما وأن لبنان يمثل المجموعة العربية في مجلس الأمن. وقال إنه أيضا سوف يتوجه إلى نيويورك السبت المقبل، وسوف يترأس بعض جلسات مجلس الأمن على أن يكون له لقاءات مع عدد من المسؤولين في الأمم المتحدة. وأكد أن لبنان حريص على تطبيق القرارات الدولية، وأمل أن تصب هذه الحركة اللبنانية في مجلس الأمن لمصلحة لبنان. كما دعا أيضا القيادات اللبنانية للتضامن والتماسك. علمنا منذ بعض الوقت أنه تم إقرار بند المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر، وبالتالي يتم الآن البحث بالتفصيل بتطوير قطاع النقل. أريد أن أشير أيضا إلى أنه يوم الأربعاء المقبل هناك جلسة لمجلس الوزراء، وعلى جدول أعمالها 76 بندا، وأبرز البنود الواردة هو إعادة إعمار مخيم نهر البارد. ماجد، شكرا للزميل نخلع ضيمه.